النهاردة لحد 9 إبريل بتبدأ الكنائس في العالم الاحتفال بأسبوع الآلام، وكذلك بقداس أحد السعف واللي بيرمز لذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، حيث تم استقبال السيد المسيح بالهتافات وسعف النخيل، وذلك منذ الوقت ده بيحتفل الناس في عدد من الدول بأحد السعف، ومن أبرز هذه الدول بالطبع مصر اللي ليها طقوس خاصة جدا في الاحتفال. ومن حي شبرا بشمال القاهرة هينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية محمد جمال لإطلاعنا على المزيد من أجواء الاحتفالات. صباح الخير عليك يا محمد، ولو تصف لنا أجواء الاحتفال عندك وأبرز المظاهر بأحد السعف. صباح الخير نهى، بالفعل هي أجواء احتفالية بامتياز تشهدها كافة الكنائس في مختلف المحافظات المصرية، احتفالا واحتفاء بعيد الزعف هذا العيد الذي يحتفل ويحرص المصريون على الاحتفال به وهو يتواكب ويرجع إلى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، واستقبال اليهود له بالزعف النخيل وأغصان الزيتون، لذا سمي بعيد الزعف أو أحد الشعانين أو عيد الزيتون. هذا العيد الذي بالطبع يحرص المصريون على كثير من المظاهر، سواء تزيين المنازل أو الكنائس بزعف النخيل أو شراء التيجان أو الورود لتزيين المنازل والكنائس، وحرص الأطفال على ارتداء التيجان التي صنعت من الزعف. هنا في مدينة شبرا الاحتفالات ربما كان الاستعداد لها مبكرا قبل أيام من خلال تواجد الباعة الذين يحرصون على توفير كافة المنتجات التي يحرص المواطنون على شرائها في هذا العيد من زعف النخيل أو من الورود. على سبيل المثال هذا الزعف الذي يتواجد هنا أمام كنيسة السيدة العذراء مريم، يعني روعي اختيار كافة الأنواع والأشكال التي تراعي كافة الأذواق لهذه المناسبة، إضافة إلى توفير هذه التيجان التي بالطبع يحرص أو تحرصنا الفتيات الصغيرات على شرائها احتفالا بهذا العيد. أما الفتيان فهم بالطبع حريصون على شراء مثل هذه القبعات للاحتفال، فعلا إضافة يا محمد. وشايفين خلفك في الصورة أما عن هذه السنابل فبالطبع هي رمز السلام ويحرصون أيضا على شرائها. نعم فعلا شايفين خلفك، يعني الاحتفال باين في الصورة خلفك، والناس واضح إن هي صاحية من بدري كمان عشان تحتفل. لو تصف لنا أجواء المواطنين وإزاي كمان هم نشيطين كده من الصبح وبيشتروا كل اللي أنت كنت بتوريه لنا دلوقتي، التيجان والحاجات الأخرى اللي بيشتروها لأحد السعف، لو تصف لنا. من خلال حديثنا مع بعض البائعين قبل هذه الرسالة على الهواء مباشرة أكدوا أن هذه الاستعدادات بدأت قبل أيام، وأن المواطنين حريصون على شراء هذه السلع المناسبة لتلك الأجواء الاحتفالية قبل أيام. أما الذين حرصوا على شراء هذه الاحتياجات اليوم كانوا قبل الدخول إلى القداس الذي لا يزال جاريا حتى الآن داخل كنيسة السيدة العذراء مريم هنا في منطقة مسرة بشبرا، وهذا القداس بالطبع يتزامن مع صلوات تقام في مختلف الكنائس في كافة المحافظات المصرية، منها القداس الذي يرأسه قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في دير الأنبا بشوي في محافظة البحيرة الشمالية مصر. هناك كثير من الأجواء الاحتفالية تتم على مدار اليوم، منها الصلوات التي تستمر حتى ظهر اليوم، ولتبدأ الصلوات الأخرى التي تتناسب مع بدء أسبوع الآلام والذي ينتهي بالطبع مع عيد القيامة الأحد المقبل بقداس يرأسه قداسة البابا توادروس الثاني. طبعا مظاهر احتفال جميلة، وكل سنة وكلنا طيبين. أنا عايز أشكرك شكرا جزيلا محمد جمال مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك.